ما هو ان شاء الله احنا قربنا عامه نخلص، فالحمد لله على السلامه. طبعا طبعا والله الاجازه انتوا زي ما انتم شايفين، يعني احنا ما خدناهاش اللي هو لاجازه، احنا خدناها اشتغلنا في المكان وطورنا الدنيا، ولسه في حاجات بتكمل لسه ان شاء الله. اه اللي هي قبل الدراسه بقى ان شاء الله. سبعة نبتدي بس النهارده، نبتدي بس تمنى تمنى تمام. جروب جروب بي بلس. طيب in the last lesson we expanded the lesson to the future simple. خدنا future simple المرة اللي فاتت، future simple اللي هو well plus infinitive. ماشي شباب، فقلنا استخدامات well بسرعة كده، قلنا quick decisions، لا نركز مع بعض كده، quick decisions قرارات سريعة تمام. قلنا expectations اللي هي التوقعات، expectations بسرعة شباب، prediction prediction قلنا prediction ده اللي هو التنبؤ، قلنا معناش دليل مفيش مشكلة. قلنا request في حالة الطلب، قلنا في الاوفرنج في العرض يبقى عرض وطلب، قلنا promising في الوعد when you promise someone، كل ده بنستخدم في well. قلنا threat اللي هو التهديد when you threat someone، لما بتهدد ايه شخص، كل دول بنستخدم مين well. طيب وحلنا عليه. النهارده عندنا going to، بس هي مش going to لوحدها كده يا فريده، هي في ال present am معاك is و are، ومعانا going to plus infinitive am is are. am is are going to plus infinitive. عرفنا what is the infinitive، ايه هو الانفينيتيف؟ قلنا اللي هو الفعل ايه؟ مصدر، يعني الفعل بدون اي اضافه عليه. خلاص كده؟ فانا لما اقول لك كده he is going to paint the house. he is going to paint the house. معناها ايه؟ هو بص بقى كده ينوي، هو ايه؟ ينوي أن يدهن الإيه؟ المنزل. يبقى أول استخدام لـ going to يا شباب لما أعمل إيه؟ لما تبقى بنتكلم عن intention. intention يعني إيه intention؟ النية لفعل شيء. يبقى أول استخدام لها يا فريدة لما تكون ناوي على فعل شيء تستخدم مين؟ am is are going to plus a infinitive. تاني أول استخدام معاك am is are going to plus infinitive، لما يا رائف وراجي تعوز تستخدم ايه؟ نية. ماشي كده؟ طيب تاني استخدام prediction. قلنا prediction يعني ايه؟ تنبؤ. يبقى لما يكون عندك تنبؤ يا مستر، انت قايل قبل كده من شوية ان انا برضو معانا كلمه بريدكشن، ازاي استخدم well وبرضو استخدم ام ويز وار جوينج تو في نفس الوقت؟ اقول لك بص يا حبيبي كده، لو انت ماشي في الشارع انت وزميلك تمام، بصيت في السحاب كده لقيت الدنيا مغيمه، انت هتتوقع ايه؟ الدنيا ايه؟ هتشتي. ماشي، انت ماشي في الشارع لقيت واحد سايق بسرعه جدا هيخبط في حد تاني، انت تتوقع ان هو يعمل ايه؟ حادثه. بس هل انت تتوقع كده من لا شيء ولا في دليل؟ طب والشتاء تتوقع من لا شيء ولا بدليل؟ بدليل. يبقى لما استخدم ام از ار جوينج تو انا بستخدمها توقعات وموجود فيها دليل.
يعني التوقع ده لازم يكون معاه ايه؟ دليل. فيها مشكله كده؟ طيب يجي ساعات كده ايه؟ بابا او ماما يلاقي ابنه بيلعب مثلا بالمكعبات ولا حاجه، يقول ده الواد ده شاطر هيطلع مهندس. هو ده دليل؟ امال ده ايه؟ ده راي بابا، ده راي ايه؟ بابا. يبقى انت لو شايف واحد مثلا بيسوق كويس فهيطلع سواق كويس، لا ده برضو ايه؟ ها؟ توقع. ده توقع عادي، راي شخصي. استخدم معاه ايه؟ ولا استخدم معاه ايه؟ ولا. يبقى ارائي الشخصيه في الناس بتكون دايما بايه؟ ولا. ما فيهاش حاجه اسمها دليل. مش حاجه اسمها ايه؟ دليل. انا رايي الشخصي في حد، يعني فريده دي هتكون دكتوره، اقولها ازاي؟ I think فريده will be a doctor ولا is going to be a doctor؟ لا will be a doctor. طب افرض اقول لك she is good at biology، هي كويسه في البايو مثلا. هل اقول she will be a doctor ولا she is going to be a doctor؟ برضه she will be a ايه؟ a doctor. ده رأي شخصي لان هي معتمده على الدراسه ومجموع وقصص ثانيه كتير. تمام كده شباب؟ انما انا شايف واحد مثلا ماشي يا شباب كده. طيب تعالى، يبقى كده استخدام going to كم طريقة؟ اتنين، يا اما بتوقع في معايا دليل، يا اما الحالة التانية نية لفعل ايه؟ شيء. خلينا ده وده ده طبعا. لما اقول بقى اتوقع ان حاجه ما تحصلش هقول ايه؟ am not is ها not و isn't are not. طبعا isn't aren't واجيب بعدهم عادي going ايه to plus ايه infinitive. مش بقى فاضي Kelly is going to have a party for her birthday. Two, Mike and Sarah. ها؟ يلا يا فيروز. Mike and Sarah. لا هو عايز not come يا جميل. Aren't. ها؟ aren't ها aren't going to come with us. Three كملي يا جميل. When خلي بالك it's a question. ها when go كله going to ها أداة استفهام. طب عايزين فعل مساعد. When are you going to tidy? When are you going to tidy your room? When are you going to tidy your room? Four. Mr. and Mrs. Allen. ها؟ ماشي. Are ممكن أسرع شوية طالما أنت عارفة الإجابة كده أسرع شوية. Are going to move to Canada. كملي. خلي بالك it's a question. خلي بالنا يا جماعة جملة سؤال خلي بالنا. Five. لا بص يا حبيبتي مش ديت يور براذر؟
نخليها جملة الأول، المفروض لو جملة هتقولي كده your brother is going to sell. أنا صح ولا غلط؟ صح. طب خليها سؤال بقى، كل اللي هتعمليها تجيبي مين؟ is دي في الأول. ده كده أنت عملتي السؤال، يبقى سؤالك كده، لأن هو سؤال بهل. هل يبقى أبتدي بالفعل المساعد اللي في الجملة، يبقى is your brother going to sell his car. ده كده السؤال. كملي يا ريتال. I كملي. I am going to I'm not انت not ماشي ما سمعتش. I'm not going to lend ماشي. نمبر 7 كملي برضو. We are going to stay at home. ايه طبعا I am ايه not tell I'm not going to tell Anna about the party. Complete with the will or going to. فريدة خلي بالك. طب نشوفه كده فريدة هتعمل ايه بعدين. الأول ليه هنا اخترنا will محمود؟ We haven't got any milk. Really? I'll get some from the supermarket. قرار سريع. فاستخدمنا مين؟ will. طيب هات لي two. This computer is really slow. الكمبيوتر ده بطيء جدا. I know. I ate a new one next month. شطورة. شطورة. غندورة. سنيورة. ليه بقى I'm going to. هو ناوي ان هو يعمل حاجة. هي كده دخلت في مجال الايه؟ النية. شاطرة. يبقى I am going. ده مش قرار سريع. مفيش حد بياخد قرار شراء كمبيوتر قرار سريع. I'm going to buy a new one next month. 3. I can't do this exercise. Don't worry. I you. I will help you. قرار سريع أو عرض مساعدة. I will help you. كمل كمل يا راغب. راغب. Matt and Kate ate us in September. Matt and Kate, really? That's great. Well, well, are going to. Huh? Lee will. Jenny? طب ليه going to؟ لا هو سبتمبر. انا قلت من استخدامات going to سبتمبر. انا ملاقي سبتمبر استخدم going to. افرض last سبتمبر. We are in September مثلا، احنا في شهر مثلا في شهر 9 ما استخدمناش going to. Since September هقول I have done this since September. يبقى دي مش كلمة دالة ولا حاجة. دي are going to. طب ليه going to؟ We are going, they are going to visit visit us. طيب اشمعنى going to؟ هل ده توقع؟ مش توقع، ده ناس مسافرة. فالناس المسافرة دي حاجة من اتنين، يا إما مرتبين يا إما ناويين. يعني إحنا ناويين نصيف. أدي دي أول حاجة. طيب بعد كده نبدأ بقى نحجز تذاكر، نشوف عربية، نشوف الليلة ديت، يبقى ده تخطيط. تمام؟ فطالما نية كده يبقى going going to. I am sure. كمل يا حبيبي. I am sure you are beautiful in that dress. Well, دي well. ليه؟ ليه؟ مش قرار سريع برضه. انت هتبقي جميله في الفستان ده، ده رأيي. رأيي. هيحصل كذا. تكس. كمل. Is the match tonight? No, of course not. I hate football. And
ده سؤال. جدع. Are you going to watch? ليه؟ ليه؟ Are you راغب؟ ما هو ده سؤال، ليه ما استخدمتش going to؟ مفيش حاجة كده. احنا قلنا حبيبي going to ليها استخدامين، يا إما توقع بدليل، هل ده توقع بدليل؟ لا. أو نية لفعل الشيء. أنا بسألك عن النية بتاعتك، أنت ناوي تشوف الماتش؟ والسؤال معناه كده زي ما بنقول، ناوي تشوف الماتش؟ فأقولها إزاي ناوي ديت؟ Are you going to watch the match tonight؟ ماشي؟ Complete with the present continuous. نيجي بقى present continuous. بصوا يا شباب، أنا ممكن يا فريدة put the pen down. Put the pen down. لما أقول يا شباب إحنا ناويين نسافر، ناويين لسه، هقول we are going to. طيب إحنا رحنا حجزنا الباص وحجزنا الشقة والكلام دوت كله، هل إحنا لسه موضوع نية ولا موضوع ترتيبات خلاص خالصة؟ ترتيبات، صح كده؟ يعني I am going to visit Rome. روم اللي هي روما. طيب والتاني بيقول I am visiting Rome. الاثنين فيهم next month، ها؟ next month. I am visiting Rome next month. ايه الفرق بين الجملتين؟ يا راغب ايه الفرق بين الجملتين؟ ايه الفرق بين الجملتين؟ دي فيها I'm going to والتانية I'm visiting Rome. أفهم من الأولاني إيه وأفهم من التاني إيه؟ ها؟ هو ناوي لسه، بس عنده النية ما عملش أي تحرك. طب التاني؟ التاني خلاص إيه؟ حجز التذاكر ورتب الميعاد وتمام التمام. يبقى مين فيهم فرصته تقريبا، طبعا كل شيء بيد ربنا، بس مين فرصته 100% في السفر؟ التاني، لان هو تم الحجز. طب افرض ما سافرش، مش مشكله، احنا نعمل له ايه؟ افرض تعب ما سافرش، مش مشكله، انما الحاجه اللي هو هيعملها دي افهم من كده ان ده ترتيبات، قام بالترتيبات. تمام؟ زي مثلا اقول لك كده ايه، انت فاضي النهارده نخرج؟ فتقول لي لا والله I am playing with my friends. افهم من كده ايه؟ ان انت كلمت اصحابك دول ورتبت معاهم اللعب، فخلاص مش لسه النية. لا ده انت خلاص عملت ترتيبات، الو يا فلان انا جاي معاك نلعب النهارده. طيب خلاص، فانا لما اجي اقول لك تقول لي لا انا عملت ترتيباتي على حاجة تانية. ماشي؟ نشوف كده. طبعا ده بنستخدم فيها بقى الترتيبات دي present continuous. Hey Beth, are you doing anything tomorrow morning؟ انت هتعمل حاجة بكرة، اللي هو مرتب. We ايه on a picnic. We ايه بقى؟ ها؟ We are going. احنا مرتبين الذهاب. We are going on a picnic. We are going on a picnic. طيب number three، مين اللي عليه الدور؟ Whose turn is this؟ يلا. I am meeting. I am meeting Angela at the library at 11.
We have got a history project for Monday. Oh, well, you can join us later. طيب نكمل. I can't. After lunch, I... يلا... محمد ايه؟ دور مين؟ ماشي قول يا معاذ. I can't. After lunch, I am helping. My mom with the housework. My uncle Bob. ها؟ أنت لسه. Is coming. Your uncle, isn't he? Coming tomorrow. طيب نكمل بعدها. خلي بالك بقى. Complete with will or present continuous. Am is are يعني وverb ايه ing. بيقول لك Aunt Jessica is coming round for tea this afternoon. هو هنا العمة جيسيكا دي مرتبة ان هي تيجي. Be back from the sports center by 4. Dad will be here too. John called. He help his father in the shop today. So he can come with you. محمد. محمد وليد. جدع. He is helping. He is helping. كمل. Don't forget Tony and Lee are جدع. ليه؟ ده مش احتمال، ده ترتيب، ناس هتوصلنا او هنروح معاهم يعني. Are taking us out to dinner tonight. We يلا يا حوض. ماشي. We are going. You don't have to wash the car. I ايه؟ لا هو مش عايز going to اصلا. ليه؟ I am going صح. انا ناوي برضه. I am doing sorry sorry sorry. I'm doing it tomorrow. أنا مرتب إن أنا إيه؟ أغسل العربية. كمل. But finish your science project. I I will be I will be سوف أكون. I will be. I will be. مش عارفة إيه بي إس أي أي يو فروم ورك. ها. I will call. I will call. ماشي اللي بعده. Complete with one word. One word. محمود. Are you going to Jean's party tonight? No, I am. Not. No, I am not. I am staying at home, Fred. طب اقرا كده كمل الكلام. I am. أول واحدة اللي هي محلولة. أنت عايز تكتب نو أي أم إيه؟ لا لا كمل جرامر صح. هو أنا ينفع أقول نو أي أم؟
بس لا يبقى اكملها نو اي ام نوت اي ام بيزي، والمفروض ايه اقول اي ويل بي بيزي او ام جوينج تو بي بيزي. تمام staying at home Fred. ها Fred كمل يا حبيبي. Fred ها انت حبيبي. ها Fred ايه is Fred is coming. كمل we ايه going we are. نعم انت يا ابني رابع مره تجي لي، الناس كلها قاعده انت رابع مره تجي لي مستر. انا التسميع بنسقع. طب وديني ما تدوش انت بره مستر، هروح اجيب التسميع. الهوم ورك يا اخويا يعني ما غلطناش يعني مستر، هروح اعمل بيبي. طب ايه هتقول ايه تاني؟ في حاجه تانيه بعد البيبي؟ اتفضل جورج. ها will be will بس سوري ماشي will be here. yes I يلا اونلاين شباب. مريم yes I انت قلت ايه؟ عايز تقول تاني؟ مريم yes mister ها yes I yes I Well, Well, I will just get my coat. I will just get my coat. I will just get my coat. كملي. Oh no, he will go and get it now. Will you have you got the camera? I هي اللي ناقصة. ماشي يا محمد مالك سرحان كده ليه؟ ها هي ده اللي هو مين؟ هو بيسألني بيقول لي have you got the camera؟ تمام يعني ده هيروح يجيب حاجة وده هيروح يجيب حاجة مش هي كمان. I عمر عبد المؤمن عمر عبد المؤمن يا عمر كلمي لي عمر عبد المؤمن عمر رمضان. أمس أنا مش قافل المايك يا حبيبي. حضرتك قافل المايك ازاي؟ نعم ما انت سامعني ازاي؟ ما تتصليش. ما المايك عندك اللي بايظ بقى. قول يا عمر سوري. كمان كان اند اي ار ويل جوينج تو سينما تومورو ار جوينج تو ذا سينما ولا would you like to come to? Thanks, I'd love to. Great, we. مستر عليك يا مستر سامعني ايوه انا سامعك كده اهو. ماشي مستر تمام كمل يا we عمر will رمضان. we will We will. بعد كده choose the correct answer. We are going to the theater on Saturday. Dad has already bought the tickets. فطبعا خد وي ار ايه جوينج ليه عمل الترتيبات. طيب 2 كمل يا عمر رمضان قول لي واحده كده. I can't read the menu. I haven't got my glasses with me. Don't worry, Gran. ايه ات out for you. I'm going to read. لا قرار سريع يبقى well read. well read well read. ياسين ياسين أحمد. oh no it's raining and he hasn't got an umbrella with him.
He is going to get wet. He is going to get wet. توقع ودليل. توقع ودليل صح. For we ate our friends in Australia next summer. أول أنا مستر كمل يا ياسين. مستر عمر يا مستر عمر ياسين لا يا مستر نعم يا مستر كمل. ماشي ياسين we will visit جدع. We will visit. We will visit. مستر ليه ما قلناش are going to؟ مش ده نية تنفع؟ أقول لك طب وهو في verb؟ يعني we are going to ايه؟ و visit معهاش visit. كنا شكينا. كمل يا عمر يا مؤمن. I can come with you. شاطر ياسين. I can come with you now. I a penny at the cinema in half an hour. I going to I go ايه؟ I will meet a Mr. I will meet. لا going to meet a Mr. going to meet ايوه I going to meet. وده زمن ايه ده بقى ان شاء الله؟ I am a Mr. I am يبقى انت كنت سرحان بقى. والله مثلا ما كنت سرحانة والله لا لا أي لا والله كنت سرحان. طب اسألني يا مستر سؤال تاني معلش I'm meeting. انا هسألك سؤال تاني وانا هسيبك. Can I go to Alan's house this afternoon? Please, mom. I promise I. بي يا مستر كان بي وانت بي أنهي واحد؟ ليه في النص اللي هي في النص. قولي اللي بعديها يا مستر أجيب مسدس ميه. والله لا والله لا جايبه. لا جوه في الأوضة. اشتغل خلاص ماشي. نمبر 7 كمل يا حبيبي. You have got three sandwiches on your plate. Eat them all. هتكون يا مستر are you going to eat؟ Are you going to eat them all? انت ناوي تاكلهم كلهم؟ تمام كده يا مستر؟ انت تمام يا حبيبي. الحمد تمام. لله ايه؟ ايه محلنا؟ فين ايه دي؟ ايه طيب؟ ها؟ فين يا جماعة اللي محلنا؟ مش عندي. 8 we need some eggs for breakfast. 8 to the supermarket and get some. I will eat. Go. Well, go. Liz Stanfield, our very own champion. We all know her face. We see her school every day. And in a few days, we are going to see her on the tennis court. Liz has won the cup twice. Now she is getting ready to win the third cup. What do you think about the game next week? I, A very hard and I. يلا يا سلمى مجدي. لا لا مستر يلا يا سلو. ثانية واحدة هو المذيعة بتقول لها انت ايه رأيك في المسابقة بتاعت الاسبوع الجاي؟ فهي ترد تقول لها ايه؟ I am going to لا هي لسه هي ناوية تتمرن ولا اوريدي بتتمرن؟ لا already tomorrow اوريدي بتتمرن. يبقى I am ايه؟ training. هي مش ناوية دي اوريدي بتتمرن. I'm training very hard and I do my best on the day of the game. And I
and I يا سلمى طب يا ياسين نعم يا مستر، هو ياسين أحمد ما جاوبش؟ أنا ياسين أحمد، أنت جاوبت؟ كنا بنجاوب اتنين، طيب ياسين طب التاني مين بقى؟ في اتنين ياسين يا جماعة يا مستر، قول يا حبيبي يلا And I aim my best on the day of the game. I I was doing. ماشي ها I am ها doing. لا I will do and I will I do. will do my best. I will do my best. ماشي. هعمل سأبذل أقصى ما لدي. بعد كده A you continue your career as tennis player after school. بص شباب حلو دي هوم ورك. لا معلش. conditions سيبها. لا 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 احنا بس الصفحة اللي احنا قلناها. انا هنروح على حاجة تانية بس. طيب هات لي بيج 72 سوري 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 40 47 47 هي دي some any ايوه no مستر ازاي much many ايجي هاتي كده شيء طيب بصوا معايا يا شباب 40 بيج كام دي 40 ارجع تاني يا شباب خلاص هناخد النهارده nouns تمام nouns قسمها لاثنين يا فريده هانم countable اللي هي اسماء تعد و ان ايه uncountable اسماء لا تعد. طيب بالنسبه للcountable في منها singular اللي هي المفرد والsingular بجمعه بيبقى اسمه ايه؟ plural بس كده. طيب الuncountable بقى لا يعد امال يحصل معاه ايه؟ must be measured must be measured يعني ايه؟ لابد ان يتم قياسه تحديد وحده قياس له ازاي؟ يعني انا لو جبت لك مثلا ايه؟ عجله ورحت جاي شاري عجله شاري عجله احنا بنعمل ايه كده؟ نمبرنج يعني ايه نمبرنج؟ ها؟ بنعد تمام؟ طيب انما لو جيت قلت لك ووتر ميه هل الميه نعرف نعدها؟ امال احنا نعد ايه؟
ها كم كوبايه، نعد الوحده بتاعتنا، نعد اللتر اللي فيه الميه، نعد الازازه، الفنجان، وهكذا. يبقى what the difference between countable and uncountable nouns، الاسماء التي تعد والتي لا تعد. countable nouns they only be numbered يعني بيتم اعطاء معاهم ايه عدد، تقول لي عددهم. but uncountable nouns they must be measured، يجب ان يتم ايه القياس. تعالى اي كلمه كده لا تعد واقول لك، مثلا اختار لي اي كلمه لا تعد، ولا اقول لك مثلا شوكليت، شوكليت اي شوكولاته. تعالى بص كده، بيس تمام، ممكن كيلو تمام، بايت خلاص، ممكن ماوس فول، ماوس فول يعني لقمه، حطيت لقمه شوكولاته كده في بقي مليتها يعني خلاص. ها بص لازم لها وحده ايه قياس، ممكن جرام، جرام وهكذا. اقول لك جولد، ذهب مثلا، لا الذهب يعني ما جرام. ها رينج، حط في رينج مثلا، يتحط في بريسلت مثلا، السويره وهكذا يتجزأ. انما خد مثلا كلمه ايه، ها كاو، بقره، ها جزأ بقره، جزأها، تقول لي بقى نذبح البقره، هتذبح البقره عشان تعدها ولا تجزأها؟ لا طبعا ما بقتش بقره تمام؟ لا خلاص، يبقى هي بالعدد بس. يا حبيبي انت بيوزنوا كيلو اللحمه، بيوزنوا اللحمه، بيوزنوا اللحمه يا حبيبتي، لما يذبحوا البقره بيوزنوا اللحم. يبقى انت كده بتتكلمي عن ميت، ما جينا نهزر، بيتكلموا عن الميت. الميت ده بقى ممكن سلايس، كل واحد ياخد له سلايسايه من البقره، كل واحد بيس تمام، كيلو تمام، كيلو اوف ميت، سلايس اوف ميت، بيس اوف ميت، تون اوف ميت، تون اوف ميت، طن مثلا وهكذا. يبقى انا جبت الوزن، ماشي شباب؟ طيب خلي بالك بقى، انا ممكن استخدم بعض الكلمات. فريده لو سمحتي تعالي اقعدي هناك وسيبي ملزمتك. انا سمعتي كلامي، سمعتي كلامي، نجيب كلمة ايه؟ سم، سم يعني ايه؟ بعض. تعالى بص كده معايا، عايز اقول لك ايه؟ لدي بعض الاصدقاء، لدي بعض الاصدقاء، اترجمها ازاي؟ I have طبعا بعض الاصدقاء، يبقى some ايه؟ some friends. طيب معي بعض المياه، ترجم برضه، I have some water. طيب يبقى انت شايف الجملتين كده، friends countable تعد، طب water uncountable، يبقى كلمة some تنفع تيجي قبل الاثنين، سواء اسم يعد او لا ايه يعد. طيب هل تنفع تجيبها في جملة نيجاتيف، في جملة منفية؟ لا، هي دايما في جملة ايه بوزيتيف. ادي مين، ادي مين، نعم هنروحوا للكلمة التانية بقى اللي هي مين، اني، اني تيجي في النفي، يعني ما انا لسه هنربط بينهم واحدة واحدة، احنا بنتكلم في الجمل الأول. تعالى النفي، عايز أقول معيش، هقول كده I don't have any مثلا وليكن friends، I don't have any friends. في جملة تانية هقول كده I don't have any water، معيش اي ايه مياه. طب تعالى نشوف كلمه اني كده اشتركت في ايه، يجي بعدها يعد ولا ايه يعد، countable و uncountable. طيب تيجي في جمله بوزيتيف ولا نيجاتيف، بوزيتيف ولا نيجاتيف، تيجي في جمله نيجاتيف، جمله منفيه دايما، all the time خلاص كده. طيب بالنسبه للسؤال قال لك بص بقى معايا، some واني عكس بعض في موضوع السؤال ده، تكوين السؤال باني،
اني معناها اي. خلاص بتيجي في سؤال غرضه او سوري بتيجي في جميع الاسئله في اي نوع من السؤال تيجي ما عدا اثنين. لو السؤال كده مثلا well you give me any money ده كده غلط. ليه؟ لان انا هنا بطلب منك فلوس. لا انا اطلب منك فلوس واقول لك كده will you give me some ايه some money. تمام ما معايا يا محمد؟ يبقى تاني some تيجي في سؤالين فقط او نوعين من الاسئله فقط اللي هم غرضهم يا جانا العرض والطلب. لما اطلب منك او اعرض ايه عليك هاتي فلوس او خدي ايه فلوس ده كده عرض وطلب. طيب اي نوع من الاسئله بقى تاني اللي هي مين اني مفهومه ولا مش مفهومه؟ تعالى نشوف الاول سم واني. طيب بالنسبه للنو انا ممكن بدل ما اقول ركز معايا في دي I don't have any friends. مش انا كده في الجمله كده I don't have any friends. انا ممكن استخدم كلمه no مع friends. يعني ايه no friends؟ لا اصحاب. هقولها ازاي ديت؟ I ها I have no حلش يا بابا I have no friends. I have no friends. معايا يا راجل؟ معايا فاهم دي؟ فاهمها؟ طب حل كده. Number two. يقول لك have we got any flower? Mom had got me. هنختاروا some أو any أو mean no. جرب كده يلا. Some mom has just made some. We can't make pancakes. We have got. We can't make. We can't make. If we have got. No. We have got no. Four. There aren't. There aren't. Salma. يا سلمى سلمى مستر انا مهبط نعم مين؟ نعم يا مستر يلا جميل. نمبر فور there aren't a sandwich left. any any we need to buy a milk. أنا برضو أيوة ثانية سم سام مش يلا شايف يا أنا فايدة. جاوب مين اللي عايز يجاوب؟ أنا مش عمر عمر لا لا في الدور هنا بقى يا عمر فيروز يلا. There are some. Is there a cookout for me? Any نعم نمبر 6 يا فيروز في الاخر بيقول اتس امتي يبقى there are no. There are no هي الجمله باينه مثبته ما كملناهاش. Would you like a pizza? Some طيب هاتلي اللي بعدها. طيب خلي ده الحصة الجاية. لا خليه الحصة الجاية مش واجب. الشيك الواجب انت هتاخده بره. بس كام ست؟ مع الجدول اللي فوق بتاع الفيوتشر. ها؟ شيك فيه شيك بره. تسميع. ماشي اتفضلوا يا شباب.